وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتورة لول وشويطر، استشاري طب عائلة ورئيس الخدمات الطبية لمراكز الرعاية الصحية الأولية. بداية نرحب بك دكتورة، وهل لك أن تطلعينا على أهداف برنامج أختر طبيبك؟ مساء الخير. طبعا يندرج برنامج أختر طبيبك ضمن مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، اللي هو يقع تحت مظلة الضمان الصحي الوطني صحتي، حيث يحظى البرنامج اختر طبيبك بدعم مباشر من المجلس الأعلى للصحة، وهو لما له من أهداف تحسين وتطوير لمستوى خدماتنا الصحية الأولية في مملكة البحرين. أهم أهداف برنامج اختر طبيبك هو ربط كل فرد أو كل عائلة مع طبيب عائلة من اختيارهم، حيث يعمل الكادر الطبي المكون من أطباء العائلة والممرضين بتقديم الخدمات الوقائية مثل خدمات التطعيم والتوعية والكشف المبكر عن بعض الأمراض المزمنة كأمراض السرطان والأمراض المزمنة الأخرى كالسكري وغيرها. هذه أهم هدف لهدف برنامج اختار طبيبك، وبتحقيق هذه الهدف نصل إلى باقي الأهداف اللي هي الارتقاء بجودة الخدمات الطبية للعائلة، المتابعة المستمرة من قبل فريق عمل طبي باختيار الفرد والعائلة، تعزيز السلوكيات الصحية وتعزيز التواصل لتقديم الخدمات الوقائية لكل فئة، بحيث أن هاي الأهداف هدف برنامج اختار طبيبك لا يقتصر فقط على المرتادين والمرضى، ولكن أهدافنا تصل حتى إلى كادرنا الطبي، حيث يهدف برنامج اختر طبيبك إلى تطوير الطاقم الطبي عندنا، وذلك بربط العلاوات التشجيعية والحوافز بقياس رضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الفريق الطبي المكلف بمتابعته. نعم. طيب دكتورة، في سياق ما ذكرتيها الآن، هل لك أن توضحي لنا آلية تسجيل الأفراد أو العوائل في هذا البرنامج؟ نعم. طبعا بدأنا إعادة التسجيل لبرنامج اختر طبيبك في محافظة المحرق تاريخ 18 ابريل، وهذا التسجيل كان عن طريق انشاء منصة الكترونية تشمل اسماء وصور وبيانات الاطباء اللي ممكن اختيارهم من قبل الفرد والعائلة. فقمنا بربط المجمعات اللي تابعة للمراكز الصحية بهذه المنصة البيانات اللي متواجدين فيها أسماء الأطباء وبياناتهم الشخصية ليتم اختيارهم من قبل الفرد والعائلة. طبعا بدأنا ذلك بإنشاء قاعدة بيانات للمسجلين على كل مركز، وهذه قاعدة البيانات تشمل جميع المسجلين لكل الفئات العمرية على هذا المركز. وتم تحديد حصة نسبية لكل طبيب حول الرقم 2300 إلى 2400 فرد لكل طبيب عائلة، حيث يكون عدد المسجلين مصنفين بالتساوي على كل طبيب، والتصنيف يشمل الأطفال الأقل من 6 سنوات، كبار نعم. المواطنين، نسبة الأمراض المزمنة، نسبة أمراض الدم الوراثية. نعم. إذن الدكتورة لول وشويطر، استشاري طب عائلة ورئيس الخدمات الطبية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، شكرا جزيلا لك.